بالنسبة لنتائج الخارج، الحقيقة انتهى بالأمس تصويت المصريين في الخارج، وكل السفارات بعد انتهاء الفرز ليها وعمل المحاضر الإجراءات أرسلت النتائج بالفعل إلى وزارة الخارجية، والتي سلمتها اليوم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات. فأعلن طبقا لسؤال حضرتك أن الهيئة الوطنية للانتخابات تسلمت نتائج الاقتراع والاستفتاء في المصريين في الخارج اليوم. اثنين، مد ساعات، وده سؤال مهم يعني يدعونا إلى الحديث كما قلنا في انتهاء عملية التصويت. انتهاء عملية التصويت لن تنتهي بآخر نفر، وللآن لم تتخذ الهيئة الوطنية قرار في ذلك. للآن لم تتخذ الهيئة الوطنية قرار في ذلك. وفي المجمل لن تغلق اللجان قبل تمكن آخر ناخب متواجد من الإدلاء بصوته حتى لو بعد 9 ساعات. وحينما إذا ما قررت الهيئة أن هناك مدة ساعات أخرى سوف نعلن ذلك فورا. أما إعلان النتيجة زي ما حضرتك تفضلت، انت عارف ان حضرتك الجدول الزمني، قلنا في موعد اقصاه 27 طبقا للقانون، يعني في خلال 5 ايام من وصول اوراق العمليه الى الهيئه الوطنيه. من الوارد يكون غدا، من الوارد يكون بعد غد، من الوارد يكون بعد غد، هذا صحيح.